اوكي، فهنا شباب وين راحت المرشحات؟ هاي المرشحات، من ضمن المرشحات اللي اخذناها اخذنا المجموعه الاولى مالت اسئله القطع اللي هي اجينا على هذا السؤال. هذا السؤال ماذا كان يفعل او ماذا فعل زيد عندما راى القرش؟ فهاي ان شاء الله راح اسالكم بها المحاضره الجايه. زيد لما شاف القرش سوى، والله بربكم واحد يشوف قرش شو يسوي؟ آه بالنسبه لك موضوعي هو زيد، لا سكريم صرخ، سكريم صرخ، فزيد طارق العينتين صرخ، ما تحمل هسه اذا هو صرخ كان نسوان شو يسوي؟ طيب بس لكن هنا راح ناخذ وياها، راح ناخذ وياها مال مصطفى، مصطفى احمد، العفو مصطفى، نعم هو اسمه مصطفى احمد. هنا السؤال الاول عن مصطفى احمد، ماذا لماذا كان مصطفى احمد مرتبكا؟ ليش يا هذا العينتين كان مرتبك؟ فهنا قايلين because بسبب his mom امه او his mother امه didn't come، لم تأتي إليه، أمه ما إجته، لما ما إجته أمه زعل وراها. يقول what does، أنا الدس كاتبها غلط، هنا عندي خطأ مطبع إذا عندكم مرشحة صح آسف. what does مصطفى's mother suffer from، أمه منين كانت تعاني؟ إيش عندها من مرض؟ عندها السكر. what does، ماذا كانت الأم تعاني؟ فالجواب دايبتيز، مرض السكر، كان عندها سكر خطية. وراها عندنا سؤال آخر زين، لماذا أم مصطفى فقدت الوعي؟ Why did مصطفى's mother lose consciousness، ليش يابا فقدت الوعي؟ والله يقول فقدت الوعي because بسبب مستوى level يا مستوى of her blood، مستوى دمها dropped، هبط المستوى مال دم مالتها هبط ففقدت الوعي. اكو عندنا بعد سؤال، نعم عندنا سؤالين مهمات، 9. العينتين ابو مصطفى وين كان؟ اين كان؟ وير السؤال اللي راح يسألوه، يقول وير واز مصطفى's father، اين كان ابو مصطفى؟ اون بزنس تريب، في رحله عمل. وهاي اكبر كذبه قاعد يسووها الزلم لما يقول لها لا انا راح عندي شغل، كذب ولا عندي شغل، لا هاي في رحله عمل. السؤال الاخير، كيف المسعفون عرفوا بأن الأم عندها سكر؟ من إجوا المسعفين رادوا يعالجوها، شلون دروا بأن هي عندها سكر؟ والله عرفوا أن هي عندها سكر by looking، بالنظر to the identity card أو by identity card، بواسطة بطاقة التعريف. هسه شو نريد من عندكم؟ نريد من عندكم ان شاء الله هذن الاسئله العشره باكر امتحان بيهم كلهم. بالنسبه للقواعد اخذنا وصلنا الى الفول والفولي، بالنسبه للقواعد وصلنا ها، وقبل ما اشوف من اللي عنده سؤال بالنسبه لاسئله القطع، من اللي عنده سؤال يسال حتى نبلش هسه. استاذ ايش بيها سارة؟ جدها مات؟ ها سارة ايش بيك؟ ها مال الله استاذ بس هذا من الاسئله. اوكي شباب نجي هسه نسولف، عندنا اول موضوع اللي راح ناخذه هو الفول والفولي، اي سارة ايش بيها هاي الفول والفولي؟ تعالوا خلينا نعطيكم اياها بطريقه مبسطه جدا. اي بويا ايش بيها الفول والفولي؟ انا اقول لكم ايش بيها الفول والفولي. فنجي هسه وين هاي راحت؟ الفول والفول تجينا في حالة الاختيارات، دائما الفول والفول تجي بحالة الاختيارات. طيب انا ايش راح اسوي؟ انتم راح تروحون الى بعد الفراغ،
بعد الفراغ إذا لقيت فعل تخلون fully. قبل الفراغ إذا لقيت فعل تخلون fully. أعيد، إذا لقيت بعد الفراغ فعل خلون fully، وإذا لقيت قبل الفراغ فعل خلون fully. زين أستاذ، وإذا ما لقينا لا قبل الفراغ ولا بعد الفراغ؟ والله إذا ما لقيت قبل الفراغ ولا لقيت بعد الفراغ بهاي الحالة خلون الفول. الموضوع سهل بهاي الطريقة. مثلا عندنا ذن الجول موجودات وزارية وموجودات يعني جبناها منا والناس تعالين اتقربناها من بقية المراحل. فنجي مثلا على هاي الجملة، نجي ناخذهن كلهن، نروح نوديهن وين؟ نوديهن للورقة مالتنا ونفتح مايك. شنو لا ايش صار غدر؟ اوكي شباب، 2 5 طيب. نجي هسه نسأل من الطلاب عيني، اذا واحد فيكم راضي يجاوب بس خلي يفتح المايك ويعيده. تروح وفاء، يلا وفاء. نعم استاذ. شو تقولين فولي او فولي؟ فولي. ليش؟ لان فعل اجانا. وين الفعل؟ اجانا الفعل لا ضيف. يا عيد جيد. نعيش حتى شش ذهب. وين هسه راح نروح؟ راح نروح المن الى ورود. نعم استاذ. يلا ورود، تقولي هنا فولي وفولي، شو تقولين؟ فولي استاذ. ليش؟ هذا اجتنا هاي ليفينج وهاي بعد الفراغ هاي الكلمة. هذا حرف جر هذا بعد الفراغ. إذا عندك فعل قبل الفراغ، إي عندك فعل قبل الفراغ راح نخلي فولي. نروح استاذ مو مثل هاي مال اي انج مثلا من الاي والاي ان يعني هيك نميزها ماكو؟ يعني حرف جار او شيء؟ لا لا ماكو، هنا لازم تعتمدين على الفعل والاسم. وين راح نروح؟ ما حد فاتح ماي. سلو، هلا بسلوم. لك هلا بسلوم. سلوم، شوف لي هاي الجمله فولي وفولي. استاذ النت وقف، هذا يعني استاذ هذه وفولي. شنو هي؟ والله استاذ فولي. فولي. إذا هذا هي الطريقة اللي يقدرون يميزون بها الفول والفولي. استاذ. نعم. استاذ، بس هذا اللي ورا ورا الاختيارات بها اي ار يعني مو تصريف ثالث نختار الفولي إذا هيك اختارنا يعتبر؟ لحد الآن ما مر علي تصريف ثالث بـ اي ار، أنت قصدك إذا بـ اي ان تصريف ثالث. اكو فرق بين الـ اي ار والـ اي ان، ركز على هاي الفقرة يمه. زين. لا تماما لو التصريف الثالث اي دي و اي ان مدري شلون. ايش لنا علاقة؟ انت تقولي لي على الاي ار، الاي ار مو تصريف ثالث. هسه نجي هنا منو نسأل؟ نسأل ولا واحد فاتح ماي؟ كلها ماي، يخافون يسألون. ثاني استراري حتى لو. يلا دعاء بدر، دعاء بدر يقول هي از بيوتيفول. لو تفولي ما ترهم نقول شي اي تيتشر. زين يلا سولفينا هنا نخلي اي لو اي العفو فول لو فولي، شو تقولين استاذ فولي؟ ليش يا ابو فولي استاذ؟ هو انت اول من طلعت المعلومات مال هاي انا كان صوتي قطع والله عندي، بس انا قلت يعني حتى اذا غلط حتى اعرف لانه بصراحه يعني هبه عبد الواحد. يلا هبه عبد الواحد فولي او فولي؟ نعم استاذ. وين ال رقم 29؟ نعم نخلي فول لان موجود الاز، جاب الاز بالموضوع، كان اهم عندنا وز وخلينا فولي. هنا معناها ما مركزه وياي، ما مركزه وياي. انا ما استاذ اجاوب عيني عد لحد طلاب. احنا اتفقنا وياكم طلاب انه اول شغله من اوكي نروح وين؟ نروح الى حور العين. فول فولي فول استاذ لانه تيتشر اسم بعد الفراغ. احنا زين ليش تخلين فولي لعد؟
فول فول مو فول. فول. اذا فول ليش استاذ هنا فول؟ لان ما عندنا فعل. لا عندنا بعد الفراغ فعل ولا عندنا قبل الفراغ فعل، واحنا قلنا اذا ما عندنا لا قبل الفراغ ولا بعد الفراغ فبهاي الحاله راح نخلي فول. اما اذا عندنا فعل قبل الفراغ وبعد الفراغ نخلي فولي. فهسه مثلا على سبيل المثال هاي الجمله هنا أنا من راح يقوم عندنا هبة الله، يلا هبة الله شو تقولين فولي أو فولي؟ شابة فولي. ليش شابة فولي؟ طبعاً عندنا ليف حتى ذهب. نروح وين؟ نروح إلى أحمد أحمد قصير. يلا لو ما سعد. نعم استاذ. شو تقولين فولي؟ استاذ فولي. نو فول. ليش فولي؟ لا استاذ فولي يعني جتنا بعد القوس تصريف ثالث للفعل. لان عندنا فعل بعد تصريف ثالث للفعل بعد القوس. من عنده مشكله بهذا الموضوع؟ انا ما عندكم مشكله بهذا الموضوع طلاب، ننتقل الى موضوع اخر. شنو هذا الموضوع الاخر؟ الموضوع الاخر اللي يجي دائما اللي هي الصفه المجرده وصفه المقارنه، صفه المجرده وصفه المقارنه. خلينا نسد المايك. ايوه ايش بيها استاذ هاي صفه المقارنه والصفه المجرده وصفه المقارنه؟ هذه تجينا في موضوع خطيه الاساتذه خابصيكم به خلص يعني ذابحيكم به يا شباب. المقارنه مع اليوز تو اخذناها استاذ؟ لا احنا اخذنا المقارنه، احنا اخذنا اليوز تو ما اخذنا المقارنه مع اليوز تو. زين شنو الفرق استاذ؟ الفرق شبابنا الاعزاء هو الاتي. اولا انه هاي الهوس اللي قاعد تشوفوها ما راح يجيبوا لكم اياها، او ما اجت ولا مره بالامتحان. شنو اللي جابوا؟ جابوا هاي الفقره بس ذن الاربع جمل. شنو ذن الاربع جمل؟ الاربع جمل ذن قاعد يقول لنا بكل بساطه، يقول لي يابا ورا الفراغ، اي شك ورا الفراغ، اذا لقيت الذان راح تخلي صفه المقارنه. اما اذا لقيت الاز از فراح تخلي صفه مجرده. شوف شلون الموضوع سهل وحلو ومرتب. اعيدها، اذا لقينا ذان نخلي اي ار، اما اذا لقينا از از نخلي صفه مجرده. هذا اللي نحتاجه فقط. العباس كفيلكم، الله كفيلكم. نسيت. هذا اللي تحتاجوه استاذ. اوقف. ها وقفنا، ايش تردون؟ ما افتهمنا. تعال خلينا فهمك هسه شبابنا الطيبين والورود والحلوين. نجي هنا ايش عندنا؟ عندنا التالي. شنو هذا التالي؟ هذا ان الجمل ايش بيهن ذن الجمل؟ تعال هذي ايش قد هاي ليش؟ ايه مثلا عندنا هاي الجملة يقول لي يابا اختار cheap الصفة المجردة لو اختار cheaper اللي بيها er. لما نجينا انتبهنا لقينا هنا عندي as وهنا عندي as، اذا عندي as as، واحنا اتفقنا قبل شوية انه اذا لقينا as as، اذا لقينا ال as as فلازم نخلي صفة مجردة. اذا انا بهاي الحالة شنو اللي راح اسوي؟ راح اختار الصفة المجردة اللي هي cheaper. نفتح المايكات ونشوف من اللي يشيل ايده يا بطل بدون ما استاذ. انا من هالسالفه. عندنا مثلا سجا محمد. يلا سجا. هاي وين راحت؟ يلا يا بس سجا محمد سولفينا على هاي الجمله. خلص صفه مجرده. Good لو better. سجا محمد good لو better. ما قاعد اسمع صوتك فراح ننتقل الى طالب اخر اللي هو هبة الله. لا هبة الله وينها هبة الله؟ نعم سعد. شو نخلي؟ good لو better. خلي ليش يا خليتي بتر؟ لان يعني عندنا ذان. نروح وين؟ نروح الى انوار. انوار وينها انوار؟ يلا انوار شو تقولين انوار؟ انوار شو عندك؟
بيج لو بيجر؟ نخليه بيج. عندنا از ها ما دام عندنا از از نخلي بيج. طيب وين نروح؟ نروح الى ضي القمر. ضي القمر نخلي فاست لو فاستر. فاستر ليش؟ فاستر عندنا دان. فاستر لان عندنا دان. شوارك. هذا هو الموضوع بكل بساطه، ما في اي مشكله. زين هسه نجي الى المرشحات. المرشحات نجي على هاي الجمله. هاي الجمله راح نجي نختار نور الزهراء. يلا نور الزهراء قول لو بتر. قول لو بتر. الرقم 10 مو عندنا ذان. شو تخلين؟ بتر ذان عندنا ذان. يقين العين. يقين العين نخلي تشيب لو تشيبر. تشيب لين اس اس. ما دام اس اس عندنا تشيب. طبعا طلاب قاعد نقول لكم يا با اللي التليفون تجي له اشعارات هواي مثل ما هسه قبل شويه، او الطالب اللي قاعد يهوس يا ريت يسد المايك، ما قاعد يسدون المايك. على العموم ننتقل الى موضوع اخر. هاي الشغله ازليه ما تخلص ابد. فنجي الى موضوع اخر. شنو هذا الموضوع الاخر؟ الموضوع الاخر اللي هو الماني ماتش فيو ليتل. هذا الماني والماتش والافيو والليتل. ايش بيها السالفه هاي الماني والماتش والافيو والليتل؟ اعتقد راح نتوقف لهنا. ليش نتوقف لهنا؟ لان السبب الاول حتى ما يصير عندكم زخم، اريد ننوع بالمواضيع. السبب الثاني اذا اخذنا القواعد كلهن اليوم معناها المحاضره الجايه راح تاخذون فقط مفردات. والله خلينا نشوف. لا اوكي راح ناخذهن كلهن لان هنا ما بعد به ما بقى به شيء. نجي الى شباب، نجي الى الماني والماتش والفيو والليتل. شغله حلوه بسيطه مرتبه ما بيها اي مشكله. الماني والماتش والفيو وال... وين راحت هي الماني والماتش والفيو والليتل؟ وين شوين شوين شنو هاي؟ لو ما انا خازنها اي. هذا الماني والماتش والفيو والليتل. طلابنا تدرون انه بهذا الموضوع الوحيد لا لا اكو بعد موضوع ثاني. هذا الموضوع ترفعون ضغط بي، تدمروني نفسيا حيل حيل، تاذونه في المره. ليش استاذ؟ والله قل له روحكم ليش؟ شوف هسه ايش راح اشرحه واكمله وشوفوا انتم ايش راح تسوون بي. يعني ندري انه انتم بالمدرسه دارسين المعدود وغير المعدود، والمعدود الذي يفرد والمعدود الذي لا يفرد، والسوائل والحبوب وما اعرف شنو الشعر الى اخره. هذا حكي اريدكم تجمعونه تخلوه في صندوق تذبوه بالزباله. ليش؟ ما راح نحتاجه. احنا محتاجين شغله مبسطه جدا. عندي جمع وعندي مفرد. ساد دقيقه، شلون نعرف الجمع عن المفرد؟ الجمع بيأس الجمع. ساد مو عندنا شواذ؟ نعم الشواذ هي كلمه واحده اسمها people. بس هاي الشواذ اللي عندكم بالكتاب كله اللي يجي بهذا الموضوع، هذا شواذ انتهينا منه. إذا عندنا مفرد وعندنا جمع ومفرد. الجمع ياخذ ماني والمفرد ياخذ ماتش. أستاذ أوقف هنا هم ماتن عندنا جمع ياخذ فيو وهم ماتن عندنا مفرد ياخذ ليتل. شلون نفرق بيناتهم؟ الماني والماتش شرط لازم إجبارا شكو لازم يجي قبلهن لو هاو لو نوت. إذا لقينا جمع ما بيها ذن الهو والنوت إذا نخلي له فيو، وإذا لقينا مفرد ما بيها وما بي نوت نخلي ليتل. أعيدها. هنا لقينا مفرد، شلون عرفت أستاذ مفرد؟ لأن ما بيأس الجمع. وهنا عندنا كلمة نوت، إذا عندنا مفرد وبيها نوت. إذا كان عندي مفرد نوت ومفرد فراح نخلي ماتش. إذا هنا الجواب مالتي راح يصير ماتش. نفتح المايكات ونشوف طلابنا الأعزاء. رجاء اللي يمه هوسه واللي تجي شعارات هواي خليه يسد المايك. لا
لا سووا لنا مشاكل. نجي عليهم انوار. انوار انوار موجوده؟ ناصر. الله انوار تفضلي البيت بيتك. ما طلع في جملة. هذا جاي سد الموضوع. اوكي نروح الى هبة الله. سؤال فينا هبة الله. خلي لتر. ليش يا بخل اشرحي للطلاب زمايلي ليش خليتي لتر؟ طب خلينا لتر لان احنا ما عندنا هاء ونط. عافية. يعني تحرز ما غير معلومة. الماني غير معلوم؟ لا استاذ مو معلوم انما الفلوس هي صح فلوس مفرد. مفرد نعاملها معاملة المفرد. اوكي نروح الى مال الله. اذا ليتل كلام صح. مال الله سولف لنا على هاي. عندك هاو وعندك تايم. استاذ جانا استاذ جانا قبل الفراق هاو يعني نختار لو ماني لو ماتش. جانا جميع نختار ماني. والله عمي شوف الشباب شلون يريحون القلب. الله بلانا بالنسوان. اكو هذا كاتب على اسمه بي اس جي بي زي تشوبي. اسميك تشوبي فضلا. يلا تشوبي تعالي ابنيه. ايش شو اسمك ربك؟ هذا اسم السمينه ابنيه. يلا سولفينا. هاي تشوبي. وي نيد فراغ مور فروت تو اون ذا. اقول ليش شنو هاي شنو شنو اقري هنا راسا قليل الحل. ماني ماتش فيول او ليتل. راح تجي لوك ماي. سكي 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 عيني دودو. نعم استاذ. يلا دودو سؤال فينا. هنا راح نختار لتر لانه اجى مفرد بعد الفراغ وما عندنا لا هو ولا نوت. يا يا بش راسا جاوبا عمي. نروح الى انوار. نعم استاذ. انوار هنا جاوبتها لتر. سولفي لي على هاي انوار. استاذ هنا لا عندنا هو لا عندنا نوت. ليش اوقف 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 هاي مو نوت لعدها ايش تشتغل هاي؟ الرابعة مو؟ هاي لا رقم خمسة. طب جاي شكل النت اصلا. رواء يلا رواء. نعم استاذ انا رؤى. مشيها يلا مشيها سوي وقفت على رؤى. لا ازنت مو قطع بالي وحده رواح. هنا نوت نختار هاو. هاو ماني هاو ماتش عفوا. ها عندنا نوت وبيها اسم وما دام عندنا نوت العفو مفرد. مفرد مو جمع. مو جمع نختار هاو ماتش. اكو اشكال بهذا الموضوع شباب؟ لا صار. نجي هسه نعطيكم سؤال. من هذا قال لي استاذ؟ لا يوجد اشكال. ها جيد. عندنا سارة قيصر موجودة. سارة قيصر؟ اي نعم استاذ. سارة قيصر حلي لي هاي الجملة. يلا نخلي هنا ماني لو ماتش لو افيو لو ليتل. استاذ ماني لان هاي الكلمه اللي بعد الفراغ بها اس الجمع. ذهب يوم عرس ابوك. اوكي شباب راح ها ابو جاسم. والله اقول كل ما اقول فلان علي يطلع ابني اقول فلان يطلع ابني ما ادري متنكرات وجاياتنا هنا. انا سؤال فينا ابو حسين. سؤال فينا ماني ماتش فيو لو ليتل. يا نقطة استاذ لان النت علق يمنا هسه وقتها. ميمو 1990 ليتل. ها ليتل حشيك ذهب.
اوكي شباب، هذين المرشحات زين استاذ، وهاي النقطة 14 هاي اتركوها النقطة 14. هنا عندنا اسقاطات وهاي الاسقاطات عليكم. وراها عندنا املاءات والاملاءات عليكم. الفصل الاول طلاب راح هسه ادزلكم على القناة انشاء شو اسمه استغفر الله بوت مال تواصل.